بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم منطقة السيبة، بصراحة تفاجئت، يعني مفاجأة كلش كبيرة وحصرة حصرة والله بالقلب. يعني اللي كانوا بذيك الصفحة عايشين، ليش ما نقلونا هاي التجربة الجميلة، هاي التجربة مع العبادان، هذا البناء، هذه الأعمار؟ ليش يعني فرق بيناتنا نهر نهر واحد؟ لاحظوا الفرق بين هاي المدينة وهاي المدينة. بقول هاي تشيحة خيسة، ليش يعني ذولاك يحملون وطنية وحب حب لبلدهم، زين ربعنا اللي كانوا عايشين هناك ما جابونا هاي التجربة الجميلة الحلوة؟ بس لكن نقول اكو ناس تحب اوطانها واكو ناس تسرق اوطانها، هذا الفرق. الفرق انسان يعمر وانسان يسرق ويدمر، هذا الفرق بيننا وبينها. باع الخضار، باع البناء وين واصل، باع بناء عالي جميل بدك بس تضاوع عليه. من تعبر شط العرب راح تشوف هاي الشيحة والازبال مع الاسف والله، مع الاسف مع الاسف. يعني لو دجاجة جارك يبوكها البنادق تصعد وتنزل، لكن عندما يسرق وطن ما حد له شغل، كلها تضم روسها، كلها تضم روسها. من ينسرق هذا الوطن؟ باعوا الطفل، باعوا هذا الاطفال، باعوا هاي الاطفال، هاي اطفالنا، افضل من سياسي، هاي اطفالنا بانيلهم بناء على الاقل يبنون فضل، هاي بناء جميل وهذا باني له بيت على الاقل يبني افضل من سياسيين ما عندهم، ما يوم سمعنا بناء جميل ما سمعنا شيء، هاي البنيان رغم افضل من عندهم. خوش مدينة، ينخلونا التجارب اللي قاعدين بالمانيا كانوا وفرنسا كانوا وبريطانيا وامريكا، وين تجاربكم اللي جبتوها؟ والله هاي قنفة ما اعرف مشحوف. هذا الفرق بيننا وبين الناس اللي يحبون اوطانهم، يعني هذا مستقبلهم، وين راح يروح يا سياسينا؟ يا سياسينا وين راح يروح مستقبلهم؟ بس نقول